بس انا عارف ان انت مدرب طيب برضه، يعني مدرب عنيف جدا وانت في الملعب وبتقعد تصرخ، بس انت علاقتك كويسه مع اللعيبه. لا انت لازم في انت لازم المدرب الذكي اللي لازم بيتعامل في الامور على حسب على قد الحدث. ايوه لكن ما ينفعش اللي انت لا تبقى عنيف طول ولا الوقت، ينفع تبقى لازم يبقى ولا تبقى لين قوي يعني. يبقى في بالانس، ويبقى في التوقيتات تعرف يعني في توقيت محتاج تبقى في شده شويه، صح. وتوقيت لازم تلم وتطبطب زي ما بيقول. يا سلام. طيب قبل ما اخش بقى على الزمالك والاسماعيلي النهارده المباراه، حد غششني خبر كده لسه سامعه دلوقتي يعني قبل ما اخش على طول، ايه موضوع المنتخب؟ لا والله انا سمعت زي اي حد اللي انا كان اسمي من ضمن المرشحين، ودي حاجه طبعا فرحتني. الكابتن حسام والكابتن ابراهيم يفكروا فيا، وانا طبعا بحترمهم جدا وبعزهم جدا ايام ما كنت طبعا انا ناشئ في نادي الزمالك. واللي فرحني اكتر اللي هم جابوا محمد عبد الواحد. جميل يعني محمد عبد الواحد. طبعا جميل. شخصيه جميله جدا طبعا ومدرب محترم طبعا، وزي ما انا بقولها لك في الاول والاخر ده بيبقى نصيب، لكن التفكير في امير دي حاجه طبعا. حد تواصل معاك صح؟ هم تواصلوا معاك يعني حصل مش يعني لا لا تواصلوا معاك يعني بيسالوك عن رايك. بالظبط. لكن ده كان الكابتن ابراهيم. لكن في الاول والاخر يعني انا فرحت جدا لمحمد عبد الواحد زي ما قلت لك. انا عارف انا عارف. والكابتن ابراهيم والكابتن حسام اللي انا زي ما بقول لك بعزهم وبحترمهم وبحبهم جدا، اللي هم يفكروا في امير دي حاجه بالنسبه لي شرف كبير، وبتمنى لهم هم الاثنين ان شاء الله والجهاز التوفيق للكابتن حسام. مدرب محترم ايوه، وفي نفس الوقت راجل خدم البلد دي كتير جدا، ومن حقه هو الكابتن حسام من حقه اللي يبقى مدير فني منتخب مصر، راجل لاعب لمنتخب مصر ومثل مصر في كاس العالم. وانا في وجهه نظري ده من اساطير القليله اللي موجوده في مصر، عشان بس ما يعني في اساطير بتبقى كتير، لا ده من القلائل اللي انا في وجهه نظري اللي هو ده اسطوره اسطوره بجد يعني بجد، مش اللي هو مش اي حد معدي اسمه اسطوره بالظبط. فاتمنى للناس تقف في ظهره.